وبارك في ساجد الله سيدنا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وعلى نية أننا نكون وننوي أن نكون من عباد الله الصالحين المجمعين على قدم وآثار هذا السيد الكريم رضي الله تعالى عنه وعن سلسلته المباركة. نقرأ سورة الفاتحة الحمية غير ماضي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فننفي كل شيء محو وإثبات، لا إله محو وإلا إله إلا الله إثبات، فنقول لا إله إلا الله. يسبحون بحمد ربهم وقوم يومين عن الحق، قيل الحمد لله رب العالمين، ويدعو شفع الشفع.